شنآن هي كلمة شوية صعبة، يعني أعتقد على أنه حتى في أعضاء الجسم الواحد تختلف. المهم هو أن نتعلم كيف ندبر الاختلافات. طبيعة الحال مهنة الدفاع ومثلا النيابة العامة أحيانا المصالح التي يدافعون عليها هي مصالح مختلفة، فلا بد أن تحدث بعض الإشكاليات، ولكن استطاعت أجهزة العدالة لحد الآن أن تتغلب على هذه الإشكاليات ولها آليات قانونية. فهناك سمو كبير يتعامل به أعضاء الدفاع، وسمو وشموخ مقابل يمتاز به أعضاء الجهاز القضائي. وقد لاحظتم المشكل الذي وقع مؤخرا في ورزازات، وحيث أنه المحامي المعني بالأمر كان له نوع من رفعة النفس ومن الشجاعة الأدبية وقدم اعتذار، والقاضي أيضا لم يكن موقفه يقل عن ذلك، وبالتالي هذا يسهم في يعني المشاكل قد تقع طبيعة الحال، ولكن يجب أن نتعلم كيف نحلها، لأن القضاة والمحامين هم محكومون بالتعامل يوميا، سيتعاملون يوميا، سيلتقون في الخصوم. قد يأتي المواطن له قضية في المحكمة مرة واحدة في العمر أو مرات متعددة، ولكن بالنسبة للمحامي والقاضي فهم يعيشون في هذا الوسط وسيتواصلون يوميا، وسيكون هناك احتكاكات. قانون حدد مجالات تدخل كل واحد، أحيانا قد تكون بعض الأمور ضبابية أو الرمادية، وهذا النوع هذه اللجنة كتحل هذه الإشكاليات. أحيانا لا يصل الأمر إلى احتكاكات، أحيانا غير مجرد مساطر تكون معقدة، إجراءات تكون طويلة، طرق الاستقبال تكون غير مناسبة، إما بسبب عدم انتباه إلى ذلك أو بسبب عدم تهيئ الظروف له أو لأسباب مختلفة. فإذا تم الاجتماع بشأنها يمكن إصلاحها بما يفي، وكما لاحظتم من لقاءات على أن هناك إجماع على إنشاء لجنة وطنية لتلتقي مركزيا من أجل حل المشاكل في المجال القضائي.